بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف المرسلين. شكرا الاخوان. اليوم قلنا نعاود نصلوا الرحم مع الساكنة ونذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ندخل شوية على الهموم ديال المدينة ونزيدوا نشوفوا بعض الحوايج اللي يمكن نتقسموا معكم في المدينة. وقبل ما ندخل الموضوع، اولا بالمناسبة ديال الذكرى الغالية ديال جلالة الملك ديال عبد العرش، وكذلك كتتزامن مع ثورة الملك والشعب اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون عندنا واحد جوج ديال اللقاءات، لقاء مع الجالية في المسبح البلدي اللي غادي يكون لقاء ثقافي وتواصلي بالامتياز مع مغاربة العالم، مشكورين عندنا واحد الرصد كبير من هاد الناس اللي هما مغاربة العالم اللي كيشرفونا وطنيين حتى النخاع، وحرصين كل الحرص على البلاد ديالهم في هاد البلد اللي هما البلد الثاني ديالهم. وكنقول لهم مرحبا بكم، واللي غادي يكون في واحد المستوى عالي واللي غادي تكون فيه وجوه فنيه كبيره اللي غادي تحضر، واللي غادي يكون حفل متميز على باقي السنوات ان شاء الله الرحمن الرحيم. وبالمناسبه كنشكر الاخوان مغاربه العالم على الاهتمام ديالهم. شفنا لما قامت العافيه في المناطق الجبليه كيفاش ضمنوا وسردوا واحد العدد الهدايا الالبسه وبعض المواد اللي توزعت وبدون تردد، وديك الشيء كان في مستوى عالي، كنشكرهم. الاخ لطفي بالمناسبه كان نعزه اللي مقيم ديار اسبانيا اللي مات له الاب ديالو بالامس القريب هذه ثلاث ايام، كنعزه بالمناسبه. وفي نفس الوقت كنشكره على الوقفه ديالو وباقي الاخوان. غادي ندخل الان الموضوع. كنقول الاخوان الساكنه وخاصه حي الشرفاء، حي الشرفاء اللي احنا باقيين بالمفاوضه مع المقاوله لاريباكا اللي عندنا معاها مشكل، اما يكون اختيار نمشيو المحكمه واما غادي نوصلوا اخر جلسه غادي نجلسوا مع الشركه يوم الاثنين الصباح باش ديك الشارع ديال الطبري، ومن ثم على القهوه بالاحسن حتى نتقدوا الحميد، رحنا في النقاش وباقي شوارع اخرى. ودابا جات صفقه اخرى اللي غادي نخدموا شوارع اخرين، وهذه راه باقي عندنا فيها مشكل. هذا كيخلي المواطنين يتسالوا كثير، كانت طاوله الحميد كتبقى تطرح عليا الاسئله، كنقول لهم صبروا الله يجزيكم بخير، حنا رحنا واحلين وكنديروا مجهود باش نفكوا راسنا من الوحله ديال المقاوله، لان كاين اشكال ولكن رحنا في الصدد باش نفكوه. قال لي غادي نقول للاخوان ديالنا في حي الشرفاء وزبيده واحياء اخرى، راه المقاوله كتخدم تما، راه ماشي البلديه، مقاوله بالخاوص، ولكن الصفقات البلديه والدعم ديال القطاعات الوزاريه. انا اللي بغى يتناقش معايا يجي يناقش معايا كيفاش جبت الفلوس وفين نزلتها وشنو اللي درت وشنو اللي غادي ندير، يجي يتفاهم معايا، يجي يهضر. هاد البخاخش اللي كيبخصوا لنا العمل ديالنا واللي كيبغوا يصغروا هادشي ويبخصوه لن يفلحوا، وما عوزتوش الشيء اللي باغين. حنا سابقين مع الساكنه وخاصه الاحياء الهامشيه اللي باقا كتعاني، راه حنا غنوصلوا. وكنشكروا كل شركاء، السيد عامل الاقليم، السيد ولي، وزاره الداخليه وقطاعات وزاريه اخرى، سياسه المدينه. راسو الحكم من فرق. إذا جا الله رحمه، أنا معاك. إن شاء الله. كنجلس الأغلبية ديال الناس. ويطول في عمرك. وعدلتي هادشي كلشي، باقي لنا عندك شوية الحاج. الله يسترك ويحفظك. وما تعجبكم. عجبنا. والمقاول كيخدم مزيان. الله يرحم لك الوالدين تا هادو اللي كيخدموا. فاش ملاحظة؟ حنا الإخوان بالنسبة لهاد الإصلاحات اللي حنا غاديين فيها، راه ما وقفناش وما غنوقفوش. رغم هاد الاكراهات اللي وقعتنا مع المقاولات، الان بقينا كنديروا احتياط، كنحتاطوا، كنشوفوا المقاوله اللي عندها ضمانات اللي عندها امكانيات هي اللي غادي نبقاو نحرصوا كيفاش نشوفوا الناس اللي عندهم جوده واللي هما عندهم ضمير واللي ما كيديرولناش المشاكل. كما لاحظتم العدد ديال المقاولات
اللي فسخنا معاه وعودنا لان ما عندهاش القدره باش تكمل لاسباب ما. وحنا الان كنخدموا كيفاش نفتحوا المدينه. دابا الان غادي نربطوا طق العريش على التزيئه الوحده من التزيئه ديال حمزه باش المنطقه الغربيه ولاد حميد والناكب دار الدوخان بلاد المزوري كامله غادي تبقى تدوز ما توصلش لابي المحاسن. غادي تبقى تدخل واحد المقطع على التزيئه الوحده مباشره تخرج مرج بخارى والحمريه باش المدينه نخفوا عليها. الطريق الدائري اللي عملنا من طريق الشاون دعاء الى حتى ندخلك الشاشره حتى نتقسق الاربع باش نخفوا على المدينه. الطريق دابا اللي عملنا اللي دوزنا في الدوره والساده الاعضاء الاغلبيه مشكورين اللي عندنا الواد الواد اللي هي 6 مليار وعجل الواد الواد من القنطره الى حتى القهوه الباطيو 6 مليار واللي عليها غادي يكون كورنيش ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا املنا باش نزيدوا نعطيو قيمه لهالمدينه. اذا واحد العدد ديال الاجزاء او بعد المقاطع كلها تلقى باش المواطن منين يدخل. دابا الان انتم كتشوفوا البراني والمغاربه العالم اللي يعيشوا المدينه ما يعرفوش فين يدخلوا فين يوقفوا فين يجلسوا. المدينه هكا كنطلب من الاخوان اصحاب الشاحنات ما يخلوناش الشاحنه ديالهم داخل المدينه. الله يجزيهم بخير يخرجوا برا. والحافلات النقد المدرسي يخرج برا شويه. الله يجزيكم اصحاب الكراس العربات المجوره الله يجزيكم بخير. ارحموا هذه المدينه وقفوا عند الحدود ديالكم الله يجزيكم بخير. ومن الظواهر اللي كنعانوا منها دابا الان اللي زادت هي السرقه ديال البلوعات ديال الحديد. كنقول الناس اللي كيشوفوا متلاشيات يتعاونوا معنا. اذا ظهر شي حد كيبيع هادشي يتصلوا بنا. راه اللي كيشري هادشي راه كيساهم في خراب المدينه. يتعاونوا معنا. بعدد الكراسي مهرسين وحال عدد ديال الظواهر بغينا يتعاونوا معنا. في نفس الوقت احنا بالنسبه لنا الناس اللي كيشكوا المواطنين هادو اللي كيوهموا الناس وكيعيشوا الناس بالخيال لانهم كيعيشوا بالخيال نقول لهم لن تفلحوا. اليوم عندنا العدد المشاريع اللي غتخرج دابا غتخرج ماشي اللي غتفينا الاسواق في النهايه ديال صافي في النهايه. الكليه تاع ذو اختصاصات اللي الكليه الجامعه الملحقه المقاطعه انا اللي كيهمني هو الوليدات القصار كبروا المنطقه ديالو يقراو والمدينه صبحت جامعيه. صافي كليه تاع ذو اختصاصات المرسوم والعامل تعين بالنيابه ايها المشككون باقي لاصقين في الموضوع. حنا كنجيبوا المشاريع بالملايين وانت كتكلمني في التام مربوطه الجيم بلا نقطه الحبله نقطه اش هاد العبث. انا كيبقى ينفح ويبقى يبان له البلانيت كينفح ماشي الطابه الغبره البيضاء والستربيسه والشيشه ويبقى يكذب على الناس اللي اهل العقول السليمه. نهار اللي نضنا وعنا ملحقه باش خففنا العيب على وليدات القصر الكبير وبنات القصر الكبير عملناها في سيد عبد الله المظلوم هدرتو وحزمتو وقفتو وما استطعتوش الوقف المشروع والاراده ديالنا القويه. منين دابا الان عملنا الكليه تاع ذو اختصاصات هدرتو تبخرات مشات ما بقاتش دابا منين خرج الوجود اقصى روى خرجوا الاساتذه المثقفون خرجوا يشوفوا الاشغال في وصلت شوفوا المرفق الله يرحمه خرجوا شوفوا شوفوا خرجوا اعتزوا بهذا الشيء اللي عندكم في المدينه ديالكم. الطبيب ما يبغيش يجي نقصر عليه المدينه ماشي جامعيه ما فيهاش كليه. القاضي ما يبغيش يرص هنا اللي يقول لك وليداتي ما عندهمش مستقبل هنا. الاستاذ اللي يقول لك وليداتي ما عندهمش مستقبل. الغاني اللي يقول لك وليداتي ما عندهمش مستقبل. اليوم المدينه من صبحت جامعيه فيها الكليه تاع ذو اختصاصات صبح فيها المركب الثقافي عبد السلام عامر مدرسه الفلاحه وما ادراك ما المدرسه وصبحوا فيها واحد العدد ديال المدرسه كره قدم الاكاديميه محمد السادس كره قدم. هكا وليدي هكا 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 غير هذه غير هذه. ولهذا احنا بالنسبه لنا الاخوان نعتز ونفتخر بهذه المشاريع ثم الانشطه الاقتصاديه. احنا نعود دابا للسيد العميد مشكور الصفقه ذات مقاوله اخرى القطن الفلاحي
غادي واحد الوتيره واحد السرعه مفرطه. كنشكر السيد رئيس الحكومه والقطاعات اللي مشاركه في هذا المرفق ديال القطب الفلاحي. كيفاش جبناه؟ خصني الا بغيت نهضر معكم على القطب الفلاحي كيفاش جبتو الزواده عاد استغربوا كيفاش جبناه. انا والخروبي الله يذكره بالخير العامل الاسبق هذا المجهود اللي عملناه المناطق الخضراء. المواطن المسكين قصر كبير ما كانش يجبر فين يخرج. دابا اليوم منطق خرج نقرا علاش؟ هكاك بنادم في الصباح الناس كيديروا الرياضه مع الجناب ديال الطريق. الطريق ديال حي الشرفاء، طريق طنجة، طريق تطفس، الشاون. خرج دابا منطق الشاون، خرج الطريق الدائري ديال حي السلام اللي قلت البابي غادي في الخلا، مشوا شوفوا كيفاش الناس غادا ما جاوا مع هذيك الممرات. هكا جاردة المحكمة كيفاش ني عمرها بنادم؟ السيد عبد الله المظلوم طق ضربات كيفاش ني بنادم؟ الحمد لله والكل يقول الله يرحم والدين. كل شيء كيقول الله يرحم والدين. هذا المجلس اللي كان السبب في هذا العمل والشرفاء من الناس اللي باقيين محزمين وباقيين كيعطونا المدينة من الأعضاء السابقين واللاحقين الجدد الشرفاء. ما نتكلمش أنا على انتهازيين لا لا ما كنتكلمش عليهم. أنا كنتكلم على الشرفاء اللي عندهم غيرة على المدينة وحاسين عندهم إحساس فيها وليداتهم فيها الوالدين ديالهم وعندهم المستقبل ديالهم فيها. أنا هذول كنهضر عليهم. أسواق لن يبقى إلا هي معدودة صافي. المرافق الرياضية كذلك. غنرجع علاش ساكتين دابا على دار الثقافة؟ محمد خمر قنوني لماذا الصمت الرهيب؟ ما تكلم حد حيت عرفتوا ماشي في عنقي. عرفتوا الناس اللي مورطين فيها ناس أخرين اللي مسؤولين على الورقة ديال رسولانس العشري ورقة التأمين العشرية اللي كتطلب لابوراتوار وكتطلب قسم الدراسات وكتطلب الضمانات وكتطلب واحد العدد الوثائق ما فيهاش كيناش لا في هذيك لا في قاعة مغطى بالعباس ولا مركز طاقة غزة اللي كنتوا كتفشحوا به. حنا بنينا وحنا عملنا وحنا درنا هذا بفكة. ها هي دابا جات لجنة العمالة وهم جيت التحقيق وديك الساعة دبر معاهم. الحمد لله الذي عافانا. لم يأس كثير. يكون عندك جرأة مشي واحد من الممولين أحد الممولين مع ديك الثلاثة ديك الرباعي اللي كيمولوا هذا واحد منهم باش أنت تبقى اللايفة تبقى تخطي فينا وتكذب على المدينة تكذب على الناس. أنا بالنسبة لي باقي ما خرجت لك الكلام اللي قاصح وباقي كتكذب على الناس. انا في شهر 9 انا في شهر 7 انا في شهر 8 ماشي عندي شنو جهدك دير؟ عندك شي حاجه خرجها قول شنو عندك؟ انا غادي نجيب انا غادي نعمل شنو نجيب؟ شنو عندك ما تجيب؟ حنا كنعرفوا الناس اللي كيكونوا معارضه كتكون معارضه بناءه كتجيب اقتراحات وكتساهم وكتعاون باش كتعمل الارضيه المستقبل. اما المعارضه اللي كتكلم في التمربوطه والجنب لا نقطه هذه ماشي معارضه. درت المستحيل باش تدعي اللجنه ديال المعارضه. استاذ الاعضاء كان راي اخر شافوا ما فيكش المؤهلات ومني حيدوها لك ولا عندك طريقه واحده. الرئيس راه متابع الرئيس غادي يمشي الحبس الرئيس طلع الرئيس هبط الرئيس ما نعرف شنو دار الرئيس ما عرف شنو عنده. حنا دوله المؤسسات ياك مشيتي للعدل خلي العداله تقول الكلمه ديالها ما تشوش عليها. ياك مشيتي خلي المؤسسات هي تفصل هي الفصيل بركه ولا عكس خر راسك كتبقى دندن. قلنا دابا هذه سنتين وجبت شي حاجه مفيده لها المدينه عطيتي شي قيمه اضافيه في المعارضه ديالكم انتوما كمعارضه. قلنا شنو عطيتو شنو عملوا الحاصله وقولوا شنو درنا على المدينه شنو اقترحنا شنو جبنا. تكون عندكم جراه حنا عندنا وباقي نعطيو وكنشكروا الناس اللي كيتجاوبوا معنا واللي كيعاونونا قطاعات وزاريه وباقي غادي مع المدينه. ونقول لك الاحياء الهامشيه من ما فيها ولاد حميد كامله حي شرفة ما غنخليش فيها شبر بل اصلح كامله اصلح. ايوا صافي زنقه زنقه عملنا الحمد لله دابا الواد لو كانوا هذوك اللي انت قاعد تعتمد عليهم داروا علوة تما الانكور احنا كنصلحوا في السواكن ولاد وشح ولكن ما خلوا المدينة حتى الواد ما كاينش احنا باقيين كنديروا الواد وكنصلحوا حوايج اخرى. ولهذا انا كنقول الساكنة نحن على العهد باقون
وسنستمر احنا والاغلبيه ديالنا اللي مكونه من هذه مجموعه من الاحزاب. وكنت كنقول على ان الاغلبيه مهزوزه، الاغلبيه هشه، الاغلبيه مع عم جوره، الاغلبيه عند السياده ديالها، وكل واحد عنده القناعه ديالو ومنسجمه الانسجام التام. خير دليل راك شفتي والزين. نقول لك بالنسبه لنا احنا هذا الموضوع ديال الاغلبيه، غني راسك، اغلبيه منسجمه، اغلبيه ولاد المدينه، ولاد الاصول، ولاد العائله، وكل واحد يمارس الحق ديالو. القصدر عنده قسم اقتصاد، وشوف شوف كيفاش كيسير التعمير، وما ادراك ما التعمير. شوف المنصوري كيفاش غادي، الممتلكات الحميدي شكا لك شي واحد من النواب على انه ما كيمارسش الحق ديالو، ما عندوش الصلاحيه ديالو. قولا تكون عندك جرأة. اما نبقاو نسوقوا الناس كلام خاوي، ها هما ما كاينش، ها هما مجورين، ها هما ما عندهمش الراعي، جاو تشكاو عليك شي نهار عملت شي حاجه انا بوحدي. منين كنمشي للرافعه ونطلب؟ كنمشي بوحدي لان ما عنديش امكانيه باش ندي انا 20 عضو ولا 15 عضو. ولهذا حنا كنجيبوا المسائل وكنجلس مع الاخوان وكناخذوا الراي ديالهم. راه حنا غنستقبلوا الدرب فلاني، وغنستقبلوا الشارع فلاني، وغنستقبلوا المطار فلاني، ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا حنا اليوم الشارع اللي من التزال وحده غادي تلقى الحمزه، ومن المخبازه من ابي المحاسن لاكار راه لونسينا الصفقه، والشوارع اللي باقي فولاد حميد جوج المنار و 400 انا عارف هاد الشيء زعزعكم دابا، راه لونسينا الصفقه، لونسينا مليار ونص ديال الطرقات داخل المدينه، ولونسينا جوج المليار و 400 فولاد حميد بوحده واحده، ولونسينا شي حاجه بولاد بحي السلام راه لونسينا راه مشات، والقاعه المغطط اللي هي حتى هي ما عندهاش المسؤوليه العشريه، حتى هي راه جبنا لها 6 مليون درهم باش نصلحوها، ولكن دار الثقافه نخليك اخويا دبر مع مولاها، دبر محينك، لان ما كتحشمش، ما بغيتش تمشي من العقل ديالك، الملف غادي ندير مولاه، دبر معاهم، لان ما بغيتش تمشي من الشغل ديالك، عينا نقول لك من شغلك، ما بغيتي شي، دبر راسك، حنا عندنا الواجب، ولكن كنقول للساكنه لماذا هذا السكوت على هذه الكارثه؟ دار الثقافه محمد خمر قنوني الان في حاله مزريه انشقت، المختبر من جا اجبر بعض الجدران من عم اسباليون، المقاول السبت والحادة والليل، وفي ذاك الوقت قالوا لنا على انه توطا مع شي عود او شي نياب الرئيس وبنى له شي حاجه او نفس الموضع، وتامرت على دار الثقافه. هي دابا الان في حاله يرثى لها، هي مجدوده، نحن حلينا المسائل على السيد العامل، جاء لابوراتوار وزارة الثقافة البارحة، الأمور راه ماشى، حنا دولة المؤسسات، إلى جات الخبرة مزيانة نتمنى ذلك، حنا ما بغينا الأذى حتى واحد، وإلا جا غير ذلك شوف الإجراءات شنو التحقيق شنو غادي يقول. وأنا بالنسبة اليوم كان نسجل بإيجابية هاد اللقاء وهاد الدورة اللي كازيت، كنشكر السادة الأعضاء الأغلبية منورين اللي كانوا بواحد المستوى جيد، وفي نفس الوقت نهار عندنا اللقاء الحفل ديال التتويج متفوقين في المجال الرياضي، غادي ندير الحفل ديالهم كاملين بدون استثناء بدون استثناء، وكذلك من موراها ثورة الملك والشعب اللي غادي يكون عندنا واحد السهرة كبيرة ثقافية غيكون فيها ما هو أمدح، ما هو فن عصري، وداك الشيء اللجنة اللي اقتضت اللجنة مع وزارة الثقافة غادي نديروه.
براسنا. شارب المحاسين الى حتى لاكار ديال قطر الكبير راهنا نسينا الصفقه ديالو 7 مليون درهم باش يتعدل مزيان. وعندنا هذا اللي ماشي على حمزه، وعندنا واحد الشارع حمريه، وعندنا هذاك ديال غرسه تشوش، وعندنا ديال مدرسه ضوء الذهب ديك المقطع اللي باقي يتم، وعندنا جوج المقاطع اللي عرفتوا من الطريق الدائري عبر زبيده والبلاد عبد الله غادي نربطوهم كذلك، وعندنا من طريق الشاون الرومبون ديال الدعاء عبر تزيان المبروكه الى حتى المقبره المقاوله غادي تدي الصفقه قريبا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وعندنا واحد اذا بغيت تقول واحد العدد المقاطع بالبافي، وهذاك المقطع اللي من البلاد ديال الاربعين تزيات النصر اللي كيربط الطريق اللي هو ذا المقبره عاوتاني الناس اللي ماجين ديال التزيئه ديال الوحده ودوز المخازن بلا ما يجوزوا على على الجمعوي غادي يبقاو يجوا على تزياد النصر باش نحيوها، والناس تما عندهم الحوينتات حتى هما يبيعوا يشروا وتقضوا حاجه حتى هما ديال الحومه غادي نحركوها شويه باش تولي مزيان. والملاعب قرب عندنا الجديد فيهم رحنا ان شاء الله الرحمن الرحيم مع السي موسى مشكور التجاوب ديالو مستجب، وعندنا مسبح اخر باش ان شاء الله يكونوا جوج المسابح في المستوى ديال الساكنه رحنا على قدم وسق باش الابناء والاطفال المدينه ما يبقاوش يعاونوا من هذا الجانب، ما يبقاوش يعانيوا من هذا الجانب، يكونوا موفرين لهم هذه المرافق باش يحسوا على ان المجلس ديالهم راه كيرفع وكيدافع عليهم. كنقول مجلس ما كنقولش محمد سيمو، اللي بغى يقول محمد سيمو شغلوا هذاك، حنا مجلس متجانس واحد عدد الاحزاب والاغلبيه كما قلت لكم منسجمه، ورحنا غاديين على قدم وساق ان شاء الله الرحمن الرحيم. وغادي نديروا واحد السيد رضوان شي حاجه تجلج، وفي البلاد ديال الزوك في المرينه شي حاجه تجلج، وعندنا هذاك الشارع الطبري كامل بالجلج من داخل طنجه حتى القواد الحسن والجناب ديالو الجلج والضوء. اخوان اصبروا، ماجي الخير والبركه مع محمد السادس الله ينصره ويعزه ويباركنا فيه، واتمنى له عمر مديد والعمر طويل، واللي باقي ان شاء الله نزيدوا نخدموا معاه باش قالوا اجدادنا غرسوا فاكلنا ونغرسوا فياكلون، لان خص انسان ماشي يقول صافي غير انا جبرت الطريق مصغبه نخليها هكاك، لا خصك تصغر طريق اخرى كما انت استفدتي من الطريق هذه صغب واحد انا دوك اللي ماشي كما كليتي من هذه الشجره الناس اخرين ياكلوا غرس لهم باش ياكلوا من شجره اخرى، اي جرده بنيتيها جبرتيها بني جرده اخرى باش يغرسوا فيها المواطنين، اي سوق جبرتي بني سوق اخر من المواطنين الاخرين اللي ماجين. اذا هكذا سنه الحياه، واكتفي بهذا القدر وشكرا.